طيب، إلى خبر آخر، أسر محتقلي النظام السابق يتظاهرون أمام مجلس الوزراء. طلب متظاهرون من ذوي معتقلي رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير يوم الأربعاء أمام مبنى مجلس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية دكتور عبد الله حمدوك بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ أكثر من 6 أشهر أو تقديمهم لمحاكمة. ورفعت أسر المحتقلين مذكرة إلى حمدوك، حيث لوح المشاركون في الوقفة بالأعلام السودانية وهم يحملون صور محتقليهم السياسيين بجانب حملهم لافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتجاز غير القانوني لهم. وورد في المذكرة: نتقدم إليكم بهذا الالتماس لإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا في الحجز أكثر من 6 أشهر دون تقديمهم لمحاكمة. وقالت المذكرة أن استمرار الحجز التعسفي أو التحفظي التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وكذلك القانون العرفي الدولي. وذكرت أن التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريرا قانونيا لاستمرار هذا الحجز التعسفي الطويل، إذ ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه عليهم في مثل هذه الحالات ويتم ذلك بإشراف القضاء. طيب، كان هناك انشغال كبير جدا في الفترة السابقة بمعالجة كثير جدا من القضايا، لكن قانون الطوارئ بعد انتهاء قانون الطوارئ مدد من قبل الجهات المسؤولة. عموما كيف تقرأ هذا الخبر الذي ورد؟ ما تمديد قانون الطوارئ إذا كان بسبب أنه هناك مهددات أمنية بتحدد البلد أو غيره أو كذا، يعني مقبول في إطار، لكن يعني هذا الوضع الذي نعيشه لا يشبه الاعتقال بتهيؤات سياسية. يعني اللي انت يعني تخشى من نفوذ زول او تخشى من حراك السياسي او تخشى من كذا، دي ما بتاع. انا بفتكر انه العصر ده انه اذا في شخص متهم تقدمه للمحاكمة، او على الاقل تبدأ في اجراءات المحاكمة او تطلق بصراحة. حتى القانون اتاح لك اذا هناك عندك تهيؤات بانه قد تردك معلومات او عندك معلومات حول شخص محدد او ربما يكون غدا او بعد غدا تقدم ضده، ممكن يطلع بضمانه ويحظر من الخروج من البلاد. لكن اعتقال شخص دون تقديمه لمحاكمه ما بيشبه الوضع صراحه. كثير من الجهات قدمت طعونات بالنسبه للمحكمه السوريه بخصوص هذا الموضوع، هل حان الوقت الان للتحقيق في ملفات السياسيين المحتقلين داخل السجون؟ أنا أفتكر أنه حان الآن، والآن الكابينت العدلي في البلد اكتمل، وأنه أصلا نحن من أولوياتنا يعني الحسم بتاع موضوع الفساد خلال الفترة السابقة وحل الضيق الاقتصادية والسلام، دي الثلاثة أولويات. فمفروض بعجلة شديدة الشخص المتهم اللي عنده جرائم اللي عنده يعني اتهامات أقصد ضده يقدم للمحاكمة، ويكون خلاص الناس في الإعلام منتظرين الأشياء دي. إذا شخص لم تقدم ضده أي تهم سواء كان من السلطة الحاكمة أو من المنظمات العاملة في المجال، أنا بفتكر أنه يطلق صراحة، لأنه انتهى زمن مش السؤال كانوا يقولوا كده غضغط والاستئسار. طيب، في جانب الشارع يقول بعض الجهات الأخرى يقولون إن احتقال السياسيين داخل السجون هو تحقيق لرغبات الجمهور والشارع من أجل المحافظة على أهداف الثورة، هل هذا صحيح؟ والله حتى لو صحيح يبقى هي ثورة اسما، لكنها هي انقلاب معنى، يعني لأنه هي ثورة من أجل الحرية. وإنت لما قمت بالثورة أيضا كان هناك معتقلين من النظام السابق لآرائنا السياسية وللخوف من فعاليتنا السياسية، فتجي تعمل نفس الحكاية. إذا أنت بدلت يعني ظلم بظلم، يعني المطلوب في نقاط، المطلوب تقديم ما أو أولا نشيد بسلمية الخروج لأسر المعتقلين دين، وده المناخ الديمقراطي بيقبل وبيستوعب الحياة دي، وبيقبل أنه برضو بكرة ممكن ناس يطلعوا ويقولوا لا ما تطلعوهم، لكن المطلوب أنه تقديم من توجد ضد اتهامات لمحاكمة أو إخراج من السجون، ما في أي خيار ثالث يعني.